شنو جايبت لكم اليوم؟ جايبت لكم قطع تفلش باع شباب بنات، اذا تاخذيها الام ايش تاخذيها الك تجنن. ماستر كواليتي، باعوا لي الجمال، باعوا لي اللمعه اللي بيها، حرفيا تلمع بلمعه كلش حلوه وراقيه، تجنن. الجلد مالتها يخبل والله، لا تقولوا لي اذا تبالغين يعني كلش تسوى القطعه، يعني بحيضر صافنا عليها. اما بالنسبه سعرها يعني هو اللي خلاني احبها بعد اكثر، سعرها 15,000 بس، كل هالجمال والكواليتي هذا والجلد حرفيا تضل وياكم سنين، يعني حاله حاله بالشركه. اوكي، اذا عجبتكم تقدرون تطلبوها اونلاين او تنورون داخل كوشات نفسي. هو هذا الموديل، هذا موديل نفسه ولا ثاني؟ النقشه مالتها تختلف يعني. اوكي، كلش حلوه بنات، باعلي هاي الموديلات همينه كلش تجنن. تكون بهالشكل هذا، تنفتح بهاي الطريقة. لا اشوفكم. اما بالنسبة سعر هاي 14.25، دي توصل لنا يعني بضاعة كلش حلوة، والجلد مالتها يجنن وكلش راقية مثل ما تشوفون. بعدين عاد نعدلها. انا من كثر ما احلم شريتين اثنين، لكن بعد ايش تريدون؟ بعدين هذا الموديل ايش قد حلو يكون مال اي بي يجنن، سعره 18.25 يكون بهالشكل هذا. يا سحابة، يكون حجمها كبير للموظفات، كل شيء يفيد للي عندها اطفال تخلي بيها اغراض اطفالها، كلش حلوه وكشوخه بنفس الوقت. سعرها 18.25. هذا اللون مالتها الثاني وبيها لون النيلي مثل ما تشوفون، ايش قد راقيات وحلوات. اي موديل قاعد تشوفون تقدرون تتواصلون لنا او تنورون داخل اجاكم.